للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحشي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. مع اقتراب تنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران، كيف ترى أثر هذا القرار على الأوضاع الاقتصادية في إيران؟ في البداية تحياتي لحضرتك وأيضا أستاذ المشاهدين الكرام. طبعا الأثر أو التداعيات النفسية للعقوبات الأمريكية بدأت منذ أكثر من شهر، من خلال رأيناه من خلال انهيار قيمة العملة الإيرانية بنسبة أكثر من 50% خلال شهر واحد، وستزداد هذه الانهيارات. وهناك توقعات تحدث بها نواب برلمانيون إيرانيون بأن سعر صرف الدولار في إيران سيصل إلى 250 ألف خلال حتى نهاية هذا العام، وهذا السعر حاليا هو 110 آلاف ريال إيراني مقابل كل دولار. وهذه الانهيارات كلها قياسية في تاريخ إيران منذ تأسيس دولة إيران الحديثة. وحتى الآن خلال الأشهر الست الماضية ارتفع سعر المأكولات والطعام في إيران بنسبة 75% حسب ما نشره البنك المركزي الإيراني. كل هذه التداعيات حصلت قبل بدء هذه العقوبات، وأكيد بعد بدءها سنشهد المزيد من التدهور، خاصة أنه العقوبات التي ستبدأ بعد يومين ستشمل حظر على الدولار الأمريكي، بيع والشراء مع إيران بالدولار الأمريكي. وأيضا هذه المرة هناك فرق ما بين هذه العقوبات والعقوبات السابقة، وهو حظر على الريال الإيراني. يعني إيران لا تستطيع أن تتعامل بعملتها بعيدا عن الريال، بعيدا عن الدولار، مع دول أخرى. وأيضا هناك فرض عقوبات على الذهب أيضا. إيران لا تستطيع أيضا تستبدل الذهب في المصارف والأسواق الدولية، وهذا ما يغلق شبه كامل أي إمكانية للتجارة مع إيران، إلا أنه هناك جهات أو شركات أو بنوك تريد أن تتقبل تداعيات العقوبات الأمريكية وتتعامل مع إيران. إلى أي مدى يعني أستاذ محمد ترى أن العقوبات الأمريكية يمكن أن تعطي دفعة أكبر للمتظاهرين بدخول شرائح جديدة ربما أيضا يعني متضررة من سياسات النظام؟ يعني خلنا نقول انعكاس هذه العقوبات على الشرائح والمجتمع الإيراني بشكل عام سنشهده من خلال تدهور الوضع المعيشي للأسر الإيرانية. مزيد من هذا التدهور، حتى الآن الحكومة الإيرانية استطاعت أن تمتص هذه التداعيات السلبية من خلال ضخ المزيد من الأموال والمساعدات التي تصرفها على العوائل الفقيرة، لكنه هذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلى فترات بعيدة. وكما صرح نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري قبل بضعة أيام، قال أننا سنشهد يعني توترا كبيرا في البلاد واحتجاجات واسعة خلال نهاية العام الإيراني الحالي، أي مطلع عام 2019. وبالتأكيد أنه لما تريد أن تؤثر هذه العقوبات ستحتاج بعض الوقت، والتقديرات الإيرانية تقول أنه خلال مطلع عام 2019 ستكون بداية تأثير هذه العقوبات بشكل فعلي على الاقتصاد الإيراني. ولا شك في أنه هذه العقوبات ستزيد من الزخم الشعبي ضد النظام الإيراني. والآن يعني إذا أخذنا هتافات المتظاهرين هتفوا وطالبوا الولايات المتحدة بالمزيد من الضغط على النظام الإيراني وتوفير الإنترنت بعيدا عن الرقابة الإيرانية التي وعدت به الخارجية الأمريكية خلال الفترات السابقة بأنها ستوفر الإنترنت الحر للمواطنين. طيب، هناك مؤشر جديد، يعني إحراق المتظاهرين حوزة علمية في طهران، ماذا يدل؟ يعني إذا قارنا ما بين احتجاجات 2009
التي عقبت تزوير الانتخابات الإيرانية حينها والحركة الخضراء حينها كانت المطالبات سياسية، والشعب الإيراني كان يطالب بحريات سياسية والحرية في ترشح للانتخابات البلديات والبرلمان والرئاسة. بعدها شاهدنا أنه سقف المطالب الشعب الإيراني ارتفعت إلى تغيير خامنئي، وبعدها خلال العام الماضي هتفوا ضد خامنئي نفسه والموت لخامنئي، والمظاهرات الماضية في مارس الماضي هتفوا ضد ولاية الفقيه، بمعنى أنه الشعب الإيراني بدأ يرى أنه الحريات السياسية أيضا لن تلبي مطالبه، وبدأ يطالب بتغيير البنيوي في النظام الإيراني من خلال إلغاء ولاية الفقيه. وهذه المظاهرة لأول مرة المتظاهرون يستهدفون شرعية النظام الإيراني، لأنه حسب الدستور الإيراني خامنئي لا يأخذ شرعيته من الشعب بل يأخذه من المؤسسة الدينية، وأنا أقصد الشرعية ما تصفها إيران بالإسلامية. والآن المتظاهرون في الواقع من خلال هذا الاستهداف يرسلون رسالة للمؤسسات الدينية بأنها إذا تريد أن لا تفقد شعبيتها عليها أن تتخذ موقفا ولا تبقى داعمة أو صامتة تجاه الإجرام النظام الإيراني. بعد تهديد واشنطن دول أوروبا بفرض عقوبات عليها ما لم تقطع علاقاتها مع إيران، إلى أي مدى تعتقد أن النظام الإيراني الآن بات على شفا الانهيار؟ يعني النظام الإيراني إذا استمرت العقوبات الأمريكية لا شك جميع الخبراء يقولون، أنا أتحدث عن الخبراء الإيرانيين في الداخل، يقولون أنه لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يصمد أمام هذه العقوبات أكثر من عام أو عام ونصف عام. ويعني إذا انهار الاقتصاد لا شك أن النظام لا يستطيع أن يستمر في حال انهيار الاقتصاد بشكل كامل، وهذا ما يتوقعه الجميع، أنه هذه المرة هذه العقوبات لا تعطي فرصة لإيران أن تستعيد أنفاسها. العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة كانت من أجل الحصول على امتيازات معينة مجرد ضغوط محدودة، هذه المرة الولايات المتحدة تريد تغيير في بنية النظام الإيراني، هذا ما يؤكده الجميع. يعني قلما يتحدث ويقول بأنه ترامب يهدف من خلال هذه الضغوط مجرد توافق مع إيران، يعني شبه اتفاق هناك بين المحللين والمؤسسات الدولية وحتى الدول المختلفة في العالم بأن ترامب لديه خطة لإسقاط النظام الإيراني. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.